الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا، أنت لنا نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم لا إله إلا أنت، ولا نشرك بك شيئا، ونعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا أديته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا رب العالمين. اللهم اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، فأنت خير الغافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم تير بنده، فإن اللهم إنا عبادك، إن تغفر لنا فإنك أنت الغفور الرحيم. اللهم لا تعذبنا وخفف عنا. اللهم اجمعنا على كلمة الخير. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أدم علينا نعمائك ورحمتك، اللهم أيدنا بالنصر والرعب وسلامة الإيمان وصحة الأبدان وسعة الأموال والرزق والعز والشرف مع العافية ودوام العافية وتمامها يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.